شغلوا لنا حاجة ما أدري زي الصفيرة، نفس الصفيرة أقوى أقوى من الصفيرة. يعني عندما كانوا يشغلوها شغلة كنت أحس براسي ينخلع، تصيح كذا بس تشتي تسد على أذنك. كيف تسد على أذنك أنت مربوط للخلف؟ فكنا نحاول نقتلب، فمن حاول كذا مثلا أنت بتقتلب كذا على هذا الجنب، فهو يعني زبطة طوالي ما بش هذا زبطة، ولا تجلس بالصفيرة كان يزبط ما يعني ما يهمه أن تصل، توصل في وجهك، توصل في بيت. أنت تخيل بيادة عسكري وزنها 5 كيلو، تخيل لو ما يشد على وجهك على خلاص. يعني عندما قلنا لهم احنا حشرانين نشتري الحمام هذا، قال ما يهمكم احنا قبائل، جبلنا علب صحة فارغة يعني في أثناء هذا، هو يعني عندما فكلنا الرباط هذا على أساس تمسك أنت بالعلبة صحة، وإحنا صدقنا إنه إيش جبلنا صحة نشرب ويفكلنا الرباط تمام. فكلنا الرباط حق الخلف حق أيدينا، بس حق أيدينا مربوطين، وجبلنا صحة. أنا عرفتها إني صحة لأنه عندما تمسكها كذا بلاستيك، فقال خلاص تبولوا فيها يا أخي. قلت أنا ضايفنا هم تجيب لنا حمام، وقال تبولوا. طبعا كل واحد قال أنت حشران ما عاد تستحي لا من هذا، وقد كل ما نستحي لا هم اللي شايفيننا، أما إحنا بعضنا ما أحد شايف الثاني. فأخذنا الصحة هذه كامل وقضينا الحاجة فيها. في أثناء يعني عادوا خلاص كل واحد غطى الصحة، ربطونا عادوا ربطنا الخلف. فواحد يعني يقول لك افتح لقفك يا أخي، ليش قال افتح لقفك؟ وقدنا إيش قدنت يعني تشم كذا ريحة عندما يقرب لك الصحة قد مفتوحة معهم جاهزة. ففتح بالقوة يفتح لقفك كذا هذا ويشربك الصحة هذه كامل، ويشربك الصحة هذه كامل، ويشربك الصحة هذه كامل كامل. واللي ما يرضي مثلا يرفض ولا حاجة يضربه. وإذا راح مثلا تكرع البول ما شربه هذا راح لعرضه ولا يجيبوا له صحة مليانها بول ثاني، لأنه هذا قد نقص منه 5 سنتي ولا حاجة، 5 ملي غسلي، يشربه بالقوة غصبا عنه. بعدين كمل هذا، قال واحد قال أنتم عارفين إيش شربتوا؟ قالنا لقد احنا عارفين ايش. قال قسما بالله ان انتم شربتوا من بول علي عبد الله صالح، من بول علي عبد الله صالح كذا بهذه الوقاحه تمام، شربتوا بول من بول علي عبد الله صالح. يعني فاستمرنا على هذه الحاله. فجاء اذكر اني حاجه ما اعتقد ان في اي شخص يعملها حتى لو كانت ديانته غير الاسلام وغير ما. واحد انا عرفت ايش من كلامه انه مطوع، إيش كان كل شوية وقال لهم يا جماعة نشتي نصلي، فقال له خلاص ما يهمك، بنجيب لك سجادة ونجيب لك حمام ونجيب لك. قال له طيب المهم نشتي نصلي، حتى نصلي قال له قصر بدل ما نطول عليكم ولا حاجة. فما جابوا هناك شباب، ما أدري كم جابوا شباب، المهم إن كنا نشعر بها في التقطع. يعني جمعونا وإحنا جالسين، طبعا ما أنت لا مخزين ولا أنت منسدح كذا على ظهرك، العينين مربوطة، يدينك مربطة على الخلف. فجاءوا عندما هذا نشتي نصلي كذا بالبول، رشونا بالبول تمام. فعندما كملوا قال خلاص الآن أنتم جاهزين للصلاة، اللي يشتي يصلي يصلي. طيب تخيل بعقلك هذه أحد يعملها، اللي يشتي يصلي يصلي. قال لهم ماذا جزاكم الله خير، قال لهم برضو صلاتنا محسوبة عند الله. في ذلك اليوم أعتقد ما إذا كان ظهر ما أدري إيش كان، ليل نهار ما أدري إيش، فجابوا لنا أكل ما يعني من هذا النوع الخبز الخاص تمام. بس أقسم بالله أنك تشوف ريحتها استغفر الله العظيم أخس من المجاري، ريحة عافينا. يعني برغم أن احنا قد كان خلاص حاسة الشم وكل حاجة عندنا محتم، ما عاد تشعر بحاجة بعد الغازات ولا هذا. يعني أنا رفض طبعا، كان يقربها كذا وأنا أروح براسي كذا، فحطنا في الأرض كذا في الأرض هذا، ودعس هنا يدعسنا بالبيادة وهذا، ويدخل لك الخبزة هذه بالقوة، لا تقحصها كذا كأنك تقحص قريح من هذا الطماشات، تقرح قدي تقرح صوت وريحتها معفنة. يعني خلاص أكلت يعني كذا يمكن ربعها فأشتي أطرش أشتي ما في إيش تطرش، البطن فاضية ما فيها حاجة، بس والريحة هذه كأجلس أقسم بالله لو ما دخلت هنا المستشفى الميداني
والطعم هذا في ما راح من الأقبي نهائيا. في آخر يوم قالوا يلا يا شباب أنا نقول لكم محل ثاني تمام. فجاء واحد رفعني كذا من أنا ما أدري إنه رفعنا كامل ولا أنا اللي رفعني، ففكوا لي الرباط حق يدي ومسكوا بأصبعي هذا اليسرى تمام. ما كنت أشعر كذا وبصم يعني بصمة على هذا. قلت له أخي إيش تسوي إيش تصلي هنا؟ قال بنا توقعوا على طلق لا. قلت له على إيش تبصمنا؟ قال تبصمكم على طلق نسوانكم. قلت سهل طلق هذا حاجة سهلة. فبصمونا أنا أعتقد أنهم بصموني أنا على أكثر من 100 ورقة. على إيش بصم ما أنا شعرف. من بصم طلعوا فوق الطاقم. فكان كنا نشعر الطاقم يفعل ما يعني مسافة كذا وقف وسحبوا واحد منه ودربوا بو كذا ومشي وعلى هذه الحالة. فأنا وصلت ل شفت شارع خولان سوق الخليج. ما عرفت إني هناك في شارع أنا دربوا بي هناك. تمام. بعدين وصلت عندما وصلت الأرض ما قدرت إني أقوم ولا ما قدرت نهائيا. جلست كذا منسدح. تمام. بعدين شعرت بيد كذا جات رفعتني من الأرض. تمام. رفعت رأسي وكنت أسمع يعني أتخيل إنه صوت امرأة كذا عجوزة. كنت أتخيل إنه لأنه ما عاد هذاك ما لك إيش فيك ابني ما هي القضية اللي أنت فيها. قلت لها ولا حاجة. فراحت مع البقالة ما أدري لو أن جابت سكين هذه الصغيرة قصت الرباط حق اللي هو لا يدي. قلت لها كيف صلحوا بي هذا؟ قالت لي عندما ضربوا بك في الساية من ال وقد كلمنا قال والله واحد ينزل ولا هذا يحاول إنه يصيح ولا إني بقنصه. تمام. كانوا يكلمنا كذا العسكري اللي جنبنا. فكلمتني هي قالت عندما ضربوا بك العسكري جالس كذا بالآلي لو ما راح من اللفة دخل الفتحة. المهم قطعت لي الرباط هذا حق يدي وفتحت الرباط حق عيوني ودخلتني بيتها. بيتها هناك في الحارة. أنا ما وصلت داخل عندها أشوف لو ما في لو ما أنا في الشارع ما عرفت إني فتح عيوني. وفي البيت عندها في البيت لأنه كذا ما فيش شمس ولا كذا كنت أشوفها عجوز يعني قد هي عجوزة. كنت أقول هذه ربي نزلها لي ملك من السماء. تمام. فعندما كانت تجي لا جنبي تمام تجابرني تسد كذا على أنفها قدري حتى خلاص رمنا منتهية يعني تخيل بول وما أدري إيش اللي رقدونا فيه. وقالت لي خلاص ابني أنا ما عندي لا فلوس ولا عندي حاجة. تمام. بعد ما جابت لي الصابون وهذا تروشت المهم وهذا قالت لي خلاص ابني أنا ما عندي حاجة أنا مرملة زوجي توفي وابني يشتغل في هذا ويدرس. قلت لها والله ما أشتري منك حاجة. قالت لي لا. فتحت الساعة في يدها. تمام. قالت أنا ما عندي فلوس أجيبها لك تواصل معك فلوس معك. قلت لها والله ما معي حاجة. أخذوا كل حاجة زادوا حتى بطاقتي. قالت خلاص أنا أقدر أساعد معك بهذا. أنا حلفت يعني رفضت أني ما أخذ هذه الساعة فهي حلفت يعني وأصرت علي أني أخذها وأروح أبيعها وتواصل بها للدائري لا هنا للساحة. فأصرت علي أخذت الساعة هذه وخرجت مغرب من بيتها. بعدما جابت لي صلحت لي شاي هذا ما قدرت أشرب ولا أكل نهائيا. فخرجت من هناك بعت الساعة هذه هناك بالواحد صاحب دولاب ساعات بعتها ب100 ريال. فقلت له يا أخي اشتيب على هذه الساعة كم هدي؟ قال لي جيب لك 100. قلت له ب500. قال له ب200. جاب لي 100 ريال وأخذتها وصلت للساحة. فجلست فترة كذا يعني وأنا ما فيش حاجة بس وإذا جالي اتصال قال لي كلم ابنك يعني بعد فترة هذا. قلت له كيف كلم ابني؟ طبعا كنت أغير التلفون تمام أغير بدل ما في الخيمة أروح أرقد في هذا. كان يجي لي اتصال طوالي أنت الآن في كذا أنت الآن. أنا استغربت قلت يا جماعة إيش هذه بعد ما إيش ثوري كأي ثائر يعني كأي شاب من شباب الساحة فإيش هذا؟ قال جالي اتصال قال لي كلم ابنك. قلت ابني معنى ابني. ف هو عندما يتكلم كذا كنت اسمع انا صوت الولد كذا بابا ويبكي انا طبعا انهارت كذا انهارت اعصابي. فجاء المغرب لاني لا انا قادر اخرج من الساحه هم اشتوا ايش اخرج انا من الساحه على اساس لاني جيت وصرحت في سهيل في هذا جبت الكلام اللي حصل كامل. فبعض الشباب ما وصلوا لحد الان شوف بعض الشباب
لحد الآن ما أنا من أصحابي اللي هذا أسألها أهلهم جاوا يسألوني بعد ما شافوني في سهيل وفي هذا جاوا يسألوني أبو عبد المسوري هذا جاي يسألني 3 مرات وجبت له رقمي هذا لحد الآن أنا أتواصل معه يقول لك لحد الآن ابنه ما ظهر هذا الشخص ما عاد أعرف. فأنا رفضت إني أخرج من الساحة فرجعوا الوالد الساعة 6 المغرب. بعد ما رجعوا الساعة 6 المغرب قلت خلاص الحمد لله رجع الوالد اتصلت البيت قال أنا رجع قلت يلا. فجلست فترة كذا كان في يعني شباب جاوا له بحرمة كذا جاوا خلوا حرمة دقت الباب هذا مرة ثانية مش ذيك المرة بعد 15 يوم أو شهر ما أدري كم كان خلوا حرمة دقت الباب فتحوا لها قالوا يمكن هذه حرمة لأنه ما فيش عندما فتح الباب دخلوا أخذوا كل حاجة يعني كل ما اللي موجود في البيت أخذوه ملابس مستعملة ما تستعملها حتى للطفل يعني قدها مدروبة هناك في الشنطة أخذوا كل حاجة تلفزيون كله وأخذوا الوالد ومشوا. أنا طبعا جالي لهذا اتصلوا لي من البيت يعني قلت كيف يعني إيش فجلس يعني الفترة هذه جلس ما يقارب رحت أنا خرجت في الليل الساعة 9 كذا تنكرت بملابس وعصبت هذا ورحت للبيت شفت البيت يعني حالتهم منهارة وما بش ولا حاجة زادوا أخذوا الفراش بطة يوم أنت تخيل يعني يوم يومين أو 3 أيام يجلس طفل عمره 5 سنوات بعيد عن أمه يعني تنهار إيش ما بقى. فأنا كنت أجي الساحة وارجع إيش البيت أجي الساحة في النهار وارجع البيت في الليل لأنه ما أقدر أتنكر إلا في الليل ما في النهار. فيوم من الأيام جاء الاتصال يعني وسمعت صوت